السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تستدعي بيانات او تعمل امبورت او اكستراكت بيانات من جوجل شيت لباور بي اي علشان تقدر تعمل الريبورتس بتاعتك وتقدر تعمل الفيجوال بتاعك. كل اللي عليك انك تفتح صفحة باور بي اي زي دي، وهتلاقي فيه اكتر من داتا هنا، او بيقول لك جيت داتا. انا بحب اجمع من هنا جيت داتا فروم اذر سورسز، اهو مور. هندوس على كلمه جيت داتا وننزل على كلمه مور، وهنيجي هنا نكتب شيتس بس كده، ويظهر لي جوجل شيت اهي. ندوس عليها مرتين هيفتح لي اللينك. هنيجي هنا، انا عندي الشيت بتاعي ده اسمه كارز. هنيجي هنا ندوس كلمه شير، لازم تجيبها من اول هنا شير، وتيجي عند هنا كوبي لينك، كوبي لينك، وتنزل هنا تاخده في بيست. بعد قبل ما تيجي تكتب بيست في كلمة edit دي تغيرها لكلمة export export، وكلمة USB دي نتغيرها لكلمة format، وsharing دي تغيرها لكلمة XLSX بس كده. دوس OK، دوس كلمة sign in، بيقول لك بس اديني بس الـ OK. اقول له OK، انا فعلا كنت انا عايز ادخل كده. اوكي، وبعد كده ندوس كونتينيو، بيقول لك ساين ان كومبليتلي. نيجي نرجع تاني هنا وندوس كلمه كونكت، هتلاقي بيعمل لودنج شويه كده، هيظهر الحاجه في الداتا هنا في كلمه داتا دي اهي. ونجيب هنا كلمه داتا، لما تيجي تقف عليها كده يجيب لك الداتا اللي موجوده في الجوجل شيت، وندوس عليها نعلم عليها ونعمل لود بس كده، وبيعمل اهو الكونكتنج بتاعه. هندوس على اللود على طول، خمسة الاف وخمسمية رو، خمسة الاف رو، خمسة الاف وخمسمية صف، تمام. وبالظبط اهي، والداتا اهي كلها اللي اتنقلت اهي. بس كده. فده اللي انت تعرف ازاي تربط الداتا، تربط جوجل شيت بالباور بي اي. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي. وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، انا فعلا بقدم محتوى مهم ومميز. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.